رعى معالي العمل معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم أعمال المؤتمر الأول للمرصد الوطني للمرأة تحت عنوان دور المرأة في التنمية نحو اقتصاد مزدهر والذي تنظمه المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود. طبعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم معي عبر الهاتف منى العيسى مديرة إدارة الدراسات المؤسسية في جامعة الملك سعود. أهلا بك أستاذة منى. أهلا وسهلا حياك الله. في البداية أستاذة منى، ما هي البداية الفعلية للمرصد وآلية عمله في رصد مشاركات المرأة في المجتمع؟ أحب أحييك وحيي المستمعين والمشاهدين. المرصد بدأ قبل عام من الآن، انطلقت الفكرة من المدينة الجامعية للطالبات جامعة الملك سعود استشعارا من الجامعة بأهمية دورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، خصوصا أنها نصت على رفع مشاركة المرأة بالتنمية من خلال 3 أهداف ترتبط للمرأة مباشرة و12 برنامج يتطلب مشاركة المرأة. ولرصد مشاركة المرأة في التنمية كان لابد يعني من بناء مؤشرات تقيس مشاركة المرأة، والمرصد صار يتبع لمعهد الملك عبد الله للدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود. طيب أستاذة أستاذة منى، كنت حابة أعرف يعني جامعة الملك سعود كيف راح ترعى هذا المرصد وخصوصا في دعم المرأة والكوادر النسائية؟ المرصد طبعا يقيس مشاركة المرأة بالتنمية في 5 محاور رئيسية، هي المحور التعليمي والصحي والاجتماعي والاقتصادي والتنظيمي. أحب يعني أشير إلى أنه المرصد إنجاز وطني بامتياز، اعتمد تأسيسه وبناؤه على كوادر وطنية من جامعة الملك سعود بناء على أفضل ممارسات العالمية. وتم تصميمه يعني تصميم آلية بناء المؤشر نكهة محلية، فتم بداية دراسة مسحية لكيفية بناء المؤشرات العالمية. بعدها تم اقتراح أولي للمؤشر مكوناته وكيفية حسابه. بعد كذا عقدنا مجموعات تركيز المختصين، عملنا حساب القيمة الفعلية للمؤشر، ومن ثم ورش عمل للجهات المعنية لاعتماد المؤشر. جميل. توج ذلك يعني بعد عام من بداية التأسيس في 3 أبريل دشن المؤشر برعاية معالي وزير التعليم والتنمية الاجتماعية في مؤتمر دور المرأة في التنمية نحو اقتصاد مزدهر. نعم أكيد. أستاذة منى، إيش ممكن يعني أنت قلتي كوادر وطنية بنكهة محلية، هذا المرصد المحلي إيش اللي يميزه عن المصادر العالمية ويخليه فريد من نوعه؟ طبعا بحكم أنه تم بناء وبناء على ممارسات عالمية، لكن يقيس الإنجازات المحلية، عشان كذا عقدنا مجموعات التركيز المختصين حتى نعطيه زي ما تقولين يتم تفصيله بما يتناسب مع البيئة المحلية. اشتغل على المركز فريق كبير او عدد من الفرق في الواقع، في فريق احصائي لبناء المؤشرات كان مع وثائق التدريس، فريق علمي لجمع الدراسات والبحوث التي تهتم بالمرأة. يشرف على الفرق كلها فريق إشراف من وثائق التدريس، يشرف على المراحل والخطوات والفرق، فهو منتج محلي يعني بامتياز. يدعم اللجان هذا والفرق فريق إداري من إدارة الدراسات المؤسسية، بالإضافة إلى فريق تقني لإنشاء موقع تفاعلي للمرصد من إدارة النظم والمعلومات. وأحب يعني برضو أذكر أنه شارك في المرصد أيضا طالبات من الجامعة، فيعني مكتبات الجامعة سواء كانوا طالبات عضوة هيئة التدريس أو هيئة إدارية كان لهم دور في إنشاء هذا المرصد. أستاذة منى العيسى، شكرا لهذه المداخلة. جميل جدا هذه المبادرات وخصوصا الكوادر النسائية وتوظيف الطالبات في طبعا رؤية المملكة 2030 زي ما بنقول دائما. وكمان